مخيمات النازحين في العامرية بمحافظة الأنبر، عنوان عريض لآهات وآلام العراقيين القابعين بين زواياها. ففي هذه المخيمات يعيش النازحون حياة الحاجة لكل شيء، لأنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم التي استعيدت منذ سنوات، لكنها ما زالت تشكل خطراً كبيراً على حياتهم لعدم إزالة المخلفات الحربية والمتفجرات والألغام المنتشرة فيها والافتقارها إلى الخدمات الأساسية. والله كل شيء نحتاج، يعني كل شيء، فراش ما عندنا، الله وكيلك، عقارب ليل ونهار فوقانا، حياي فوقانا، عندك هذا الفراش ماكو تحطه منه يدمر منه، عندك هاي الهواء الله شاه شقشق الخيم، ملخ الفراش، ملخ كل شيء، عندك الكهرباء يقطعونها الظهر، يجيبون لك اياها بالليل، يعرقلون العالم تاشي، زين انا من اشيل وين اقعد. وتنعدم في هذه المخيمات المياه الصالحة للشرب وحتى للاستحمام في الكثير من الأحيان، أما الكهرباء فحدث ولا حرج، إذ أن وجودها في هذه المخيمات يكون لساعات قليلة. كذلك يعاني النازحون في هذه المخيمات من خدمات طبية شبه معدومة، ما أدى لانتشار أمراض الجرب والأكزيما والفطريات التي أصابت عدداً كبيراً من الأطفال والشباب والنساء. معاناتنا احنا من اكثر شيء يعني الكهرباء، خدمات ماكو، خدمات صحيه ماكو، لحد الان ما تجينا اي خدمات صحيه. اي هسه ابسط شيء احنا حتى وسيله النقل من نروح بالسوق ونرجع يعني ما مسموح لنا، ترى احنا مبهدلين وحالتنا تعبانه، علاجاتنا كلها اكس باير، جاي نضرب الطفل ابره قبل ننقلب الاسعاف، السيطره ما تخلينا نطلع الاسعاف الا احاله، ونرجع نسوي الاحاله على ما الطفل تخطر حالته في ابنه، هل هلا بالمروه خيام مشققه، كرفانات مش تبهدلتنا، وبالصيف حاره، مبردات ماكو، مي المالح سقط المبردات، فلوس ما عدت اشتري مبردات، عوائل، ايتامه برقابنا، وزلم مريضه، وما لنا لا حول ولا قوه. كذلك يعاني هؤلاء النازحون من قله المساعدات الانسانيه التي تصل اليهم من قبل الجهات الحكوميه المسؤوله عن تامين المتطلبات الاساسيه لحياتهم. نطالب الحكومة العراقية ونطالب المنظمات الإنسانية ونريد دعم من المنظمات الإنسانية، يعني هل تشوفون حالتنا شوية تعبانة ومساعدات ماكو، خيم ماكو، خيم يعني كلش رديئة، واقعنا هنا واقع حالي كلش تعبان. وإلى أن تسمع أصوات هؤلاء النازحين يبقى الفقر والقهر والمرض ملاصقا لأيامهم التي يعيشونها في هذه المخيمات على أمل أن يعودوا لمنازلهم في يوم قريب.